إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. صباح الخير متابعينا الكرام، ف21 يوم يفصلنا عن شهر رمضان المبارك. كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم متابعينا الكرام؟ 21 يوم يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم متابعينا الكرام؟ كيف ما كنعرفوا كاملين بالضبط، رمضان غادي يكون يوم الثاني من شهر ابريل، يعني متابعينا الكرام، فكيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم؟ رمضان يدخل بيوم السبت 2 ابريل 2022 متابعينا الكرام. فبالضبط ابتداء من اليوم مازال لنا 21 يوم عن شهر رمضان المبارك، كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم؟ جمال خويا صباح الخير، فيصل صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا تحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام. أقل من 21 يوم يفصلنا عن بداية أو عن اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، يعني 21 يوم وصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، فكيفاش كتستعدوا ليه متابعينا الكرام؟ شنو هي الاستعدادات ديالكم لهذا الشهر متابعينا الكرام؟ اذا صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. اذا كنتمنى متابعينا الكرام انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. ف21 يوم يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم متابعينا الكرام؟ سعاد اختي كتقول صباح الخير، مستعدين ليه، فرحانين برمضان، الله يدخلوا علينا الصحة والسلامة طول العمر يا ربي، الجميع المسلمين يا ربي امين. تحية لك اختي سعاد. اذا متابعينا الكرام، 21 يوم عن دخول شهر رمضان المبارك، للتذكير في شهر رمضان غادي يدخل بيوم السبت 2 ابريل 2022، يوم الثاني من شهر ابريل من هذه السنة 2022. اذا صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. اذا كنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. ف 21 يوم يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم متابعينا الكرام؟ 21 يوم يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم؟ بتقول ايمان امهدي تحيه ليك، سلام خويا، الله يدخلوا علينا بالصحه والراحه ورمضان مبارك على جميع الامه الاسلاميه يا ربي امين. إذا متابعينا الكرام، 21 يوم يفصلنا
عن شهر رمضان المبارك، كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم متابعينا الكرام؟ فمتابعينا الكرام، أقل من 21 يوم يفصلنا عن دخول أو عن شهر رمضان المبارك. كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم متابعينا الكرام؟ جعفر، رمضان مبارك عليك أنت والعائلة إن شاء الله يا ربي. أيوة أخوي جعفر، فتحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام. كنقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذن 21 يوم يفصلنا متابعينا الكرام عن شهر رمضان المبارك. كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم؟ شنو الاستعداد ديالكم؟ واش مازال رمضان بحال الايام الماضيه ولا تغير؟ واش باقا ديك حلاوه رمضان ولا مبقاتش متابعينا الكرام؟ إذا متابعينا الكرام، 21 يوم يفصلنا عن شهر رمضان المبارك. كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر العظيم متابعينا الكرام؟ مينا تقول صباح الخير، تحية من إيطاليا مدينة، الله يدخل علينا بالصحة والراحة، وشوية شوية أسعار ارتفعت بزاف، الله ينزل البركة خويا يا ربي أمين. مينا يا ربي أمين. حسين الله يبارك رمضان، امين يا ربي امين. اذا متابعينا الكرام، اقل من 21 يوم يفصلنا عن بدايه شهر رمضان المبارك. فبالضبط شهر رمضان غادي يكون في اليوم الثاني من الشهر المقبل، شهر ابريل، هو اول ايام شهر رمضان يوم السبت متابعينا الكرام. ف 21 يوم يفصلنا عن هذا الشهر العظيم شهر رمضان. كيفاش كتستعدوا لهذا الشهر متابعينا الكرام؟ شنو الاستعداد ديالكم؟ اذا متابعينا الكرام، كنتمنوا انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده. فشهر رمضان على الابواب، اقل من 21 يوم يفصلنا عن دخول شهر رمضان المبارك. فشنو رسالتكم متابعينا الكرام؟ كيفاش كتستعدوا ليه؟ شنو هي الاستعداد ديالكم متابعينا الكرام لهذا الشهر العظيم؟ إذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر صباحي مباشرة من مدينة بن سليمان متابعينا الكرام.